مرحبا بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مساء الخير. وحبيت اليوم نشارككم بهي الوصفة. هي مو جديدة طبعا، هي موجودة بكل بيت وبسيطة، وهي عبارة عن خضروات يعني بقدونس وليمون وخيار وبندورة وخس وبطاطا مسلوقة. طبعا هن المكونات كلياتهم انا غسلتهم ومجهزتهم، البطاطا سالقتها كمان ومقشرتها. وإن شاء الله حشوف فيكم هلأ الوصفة. أنا كتير بحبها طبعا، وهي بما أنه أنا مبلشة بالرجيم صار لي 10 أيام، فهي يعني استخدمها شوية، يعني أنه فيها بطاطا من الواحد بيقدر يعني يمشي ويقدر يسيطر على يومه. وطبعا اسمها بطاطا بستانية. وهلأ رح نبدي نفرم الأشياء. طبعا نحن فارمين من قبل، في بعض الأشياء فرمتهم، وهلأ عم بفرم البقدونس، وإن شاء الله ربي تنال إعجابكم. وبتشكر طبعا كل البنات اللي شاركوا بالفيديوهات، شاركوا بقناتي، وهلأ لكم جميعا الشكل النهائي كيف بعد فرم كل الخضروات والأشياء كلياتها. بالأخير رح أحط ملح طبعا وزيت زيتون، الليمون طبعا انا لما حطيته، انا اصلا بحب الليمون، في ناس ما بتحب الليمون، يعني انه تترمه بالاكل، في عالم تحطه مثلا عصير ليمون، في ناس تفرمه فرم، فانا بحبه بالطريقتين، اذا عصير او فرم. وان شاء الله راح تشوف الشكل النهائي شلون راح يصير، وطبعا كتير كتير طيبة، وجربوه وما راح تندموا ان شاء الله.